كنت من محبين كابتن ايمن شوقي جدا، وخاصه لما يعني مش عايز اقول لحضرتك كان هو القناص بتاع النادي الاهلي وهداف النادي الاهلي في الزمالك، وكنا يعني منطوشه الاهلي والزمالك دي كان هو ما شاء الله محظوظ على الزمالك كويس جدا، وطبعا يعني ما شاء الله يعني تاريخ مشرف بصراحه. يعني طبعا كنت صغيره لما هو كان موجود وكده، بس انا عارفه ان هو مهاجم كبير وبتابعه دلوقتي على قناه الاهلي. فاكر له ماتشات كتيره كانت مؤثره كمان واجوان كويسه جدا، يعني على ما اتذكر يعني كان في نهايه الكاس جاب جون ترجيح يعتبر وخدنا بيه الكاس ساعتها، ومن ضمن الماتشات اللي عملها يعني ماتشات كانت جامده في حياته وفي تاريخه يعني معانا. وطاهر وبيشوط كوره حلوه وطاهر جول. والله صراحة يعني أنا بقعد أسمع الاستوديو التحليلي بتاعه، بصراحة يعني تحليل ممتاز وبيجيب لقطات ممتازة، ويعني بيخلي الناس تعيش أصلاً مع المباريات ومع اللعيبة ومع الناس اللي موجود. كابتن أيمن شوقي لعيب كبير ولعيب قديم برضه، وجاب بطولات كتيرة للأهلي. الكابتن أيمن شوقي من الناس اللعيبة الكبيرة جداً اللي كانت في الأهلي، وراجل على خلق ومن الكباتن الممتازة في النادي الأهلي، وانا على المستوى الشخصي بنحبه جدا جدا. اقول له ربنا يوفقك في حياتك، وعايزين نشوفك في الاهلي دايما، ما تبعدش سواء قناه او جهاز او اداري، المهم يكون في الاهلي، هو ده البيت الاساسي بتاعنا. يعني انا بحب الاستوديو التحليلي بتاع مع الكابتن اسامه حسني والكابتن اسامه عربي والكابتن احمد بلال. بقول له ربنا يدوم عليك كده ونشوفك كده احسن محلل في مصر. نحب نقول له يا كابتن انت، احنا سعداء جدا ان احنا نتكلم معاك دلوقتي، واحنا مبسوطين خالص ان احنا نتكلم مع الكابتن ايمن شوقي، ومن سلامي ليه.